تراث، عمري 14 سنة. كنا قاعدين بالبيت، فلنا بالمدرسة، قعدنا بالبيت، انطشت علينا قذيفة، فوتونا على المستشفى، صوروا هذا، قعدنا خدروا، سووا لي عملية، وتمت الاجر اليمين والاجر اليسار صوت بده عمليتين. رجعنا رحنا على المشفى، من المشفى جينا قعدنا هون، جينا هون ضلت شو شهرين قاعد بالبيت، لا اطلع ولا فوت. شي نهار صحبوني اخواتي بالكرسي، قالوا لبناني والسوريين يعايروني. قعدنا صاروا الاولاد يعايروني، قام بي اشترى لي الطرف على بكير، صارت اجري ثلثي. بس الطرف صرت اتدرب عليه. اول ما استعملت الطرف كان كثير كثير صعب. وبعدين تعودت عليه. على المدرسة، بس الطرف صار فيني اروح على المدرسة، صار فيني اركب على البسكليت. شو بدك تعمل بس تكبر؟ انا حابب كفي علمي لانه بدي افتح مشروع.